إخواني الطلبة والطالبات، أقسام النهائية شعبة الرياضيات وشعبة العلوم التجريبية، أقدم لكم تمرين فيما يخص حركة على مستوي مائل. لهنا ناخذ جي يساوي 10 في النظام العالمي، جي هي الجاذبية، ونهمل جميع الاحتكاكات في كل التمرين كما نهمل كتلة البكرة. تتكون الجملة الممثلة في الشكل أسفل من عربتين، A كتلتها هي MA يساوي 500 غرام، و B كتلتها MB، موضوعتين على سكتين بزاويتين ألفا يساوي 30 درجة وبيتا يساوي 45 درجة بالنسبة للأفق، وموصولة بخيط عديم الامتداد، عديم الامتداد حاجة مهمة، امتداد، ومهمل الكتلة يمر على محز بكرة. أولا أوجد العلاقة التي تربط بين MA MB ألفا وبيتا عندما تكون الجملة في حالة توازن، ثم استنتج قيمة الكتلة MB. ثانيا نضع فوق العربة B كتلة إضافية M، بحيث MA يساوي MB زائد M، ثم نترك الجملة لحالها دون سرعة ابتدائية. ألف استنتج طبيعة الحركة وتسارعها، ب ما هي سرعة الجملة بعد 5 ثواني من بدء الحركة. إذا شوفوا الشكل أولا، هاكم تشوفوا الجسم A والجسم B، العربة A والعربة B، في البداية هي راهي في حالة توازن. أولا لهنا نعتبر الجملة A ونعتبر الجملة B، يعني الجملة كما راكم تشوفوها A زائد B نعتبرها جملتين. الجملة A وإنها القوة الخارجية لتؤثر على هذه A، قوة الثقل MAG، قوة توتر الحبل TA، هاي شوف TA، وقوة رد فعل مستوى مائل RA كما راكم تشوفوا في الشكل. كي نطبقوا قانون الثاني لنيوتن، واش قلنا؟ هو مجموعة القوة الخارجية فيما يخص الجملة A دائما هو PA زائد TA زائد RA يساوي الكتلة MA مضروبة في تسارع AA للجملة A. إذا هذه العلاقة الشعاعية، بإسقاط هذه العلاقة الشعاعية على محور موازي للمستوي وموجه هاو المستوي، هذا هو المحور الموازي للمستوي، واش يوقع؟ تولي لنا تي ان اي تبع المحور اذا متوازي لونغ تي ان، ناقص علاه ناقص ام ا جي سينوس الفا، معناه لا سينوس الفا، سينوس الفا، سينوس الفا كما راكم تشوفوا هاي الفا. اذا سينوس الفا هي وشني؟ هي هذ قطعة بي واحد اكس لان تبع ذاك على بي ان، هذه هي. اذا نستخرجوا بي ان اكس هي اللي تهمنا، لان اسقاط على او اكس هي بي ان سينوس الفا، معناه ام ا جي سينوس الفا. لا يعني لهنا ناقص ام ذاك، لان راه في الاتجاه المعاكس للمحور اللي سقطنا عليه العلاقه الشعاعيه، اذا ناقص يساوي لهنا ار ار ا
ما عندوش اسقاط على او اكس، ما عندوش اسقاط على او اكس. هنا نديرو او اكس ها، ولهنا او يغرك. اذن هذه هي الاسقاط الاول. فيما يخص الجمله ب، ما هي القوة الخارجية التي تؤثر على الجسم ب او الجملة ب؟ قوة الثقل هي P2MBG، قوة التوتر T2، وقوة رد فعل المستوي المائل R2. اذا المستوي الثاني وهو كما راكم تشوفوا لهنا. اذا كاين رد الفعل، كاين التوتر T2، وكاين قوة الثقل P2. نطبق عليها قانون الثاني لنيوتن، هاو يشمد لنا ما نقول شوعيا P2 زائد T2 زائد R2 يساوي MB مضروبة في تسارع A2. حتى الآن ما نعرفوش شو شنو يعني هذا التسارع A2، نديرو A2 لأن للجملة الثانية. بإسقاط هذه العلاقة الشعاعية على محور موازي للمستوي، ودرناه أو إيكغراك، درناه أو إيكغراك، أو إيكغراك، واش نلقاو؟ سينوس بيتا يساوي بي دو إيكغراك على بي دو، معناه هلا هذه هي. إذن بعد الإسقاط ام بي جي سينوس بيتا ناقص تي دو، ليه ناقص تي دو؟ لأن الاتجاه نتاع الشعاع تي دو معاكس للاتجاه او يكراك. مدنا اذا تي دو ام بي جي سينوس الفا موان تي دو يسمى ام ا ا دو. بما ان البكره مهمله الكتله، الكتله تاعها تساوي صفر، مهمله الكتله يعني ماشي مهمله الكتله يعني الكتله تاعها اما صغيره نعتبرها مهمله يعني عديمه، والخيط عديم الامتطاط يعني الخيط ما يتكسرش، ما يكونش خفيف ما يتكسر يعني، ومهم الكتله. اذا التوتر تي ا يساوي تي دو، والتسارع ا يساوي تسارع ا دو يساوي ا، اعتبرها ا. علما ان الجمله في حال التوازن، وهذه حاجه مهمه حال التوازن. إذن كيعود حالة التوازن معناه ما كاش حركة، وما كاش حركة معناه التسارع يساوي صفر. إذن هذا الجملة تولينا يعني العلاقات السابقة تولي تي أ ناقص أم أن جي سينوس يساوي صفر، و أم بي جي سينوس بيتا ناقص تي دو يساوي صفر. حنا هذا العلاقات الزوج، هذا العلاقتين نجمعوهم واحد زائد اثنين، تمدلنا ام بي سينوس بيتا يساوي ام ا سينوس الفا. واش المطلوب منا؟ هو ام بي، ام بي هي ام ا من هذه العلاقه سينوس الفا على سينوس بيتا. بعد التطبيق العددي مدلنا ام بي يسمى 3353 غرام. السؤال الثاني، الجمله ا القوه الخارجيه المطبقه. اذا واش راح نزيدو؟ نزيدو في الجملة السابقة بي نزيدو لها كتلة ام، واش يصرى؟ تولي عندنا علاقات أخرى فيما يخص الشعاعية. أولا الجملة ا هي بي ان زايد تي ان زايد ار فتحة، يسمى تولي ار فتحة يساوي ام ا لي ولات ام ا هي ام بي زائد ام ا ثاني.
بعد الإسقاط على المحور الموازي للمستوي تولينا هذه العلاقة. وفيما يخص الجملة الثانية وهي ام بي زيد ام، لأن الكتلة السابقة ام اي زدناها كتلة أخرى، واش تمدنا؟ هاكم تشوفوا لهنا على حساب القانون الثاني لنيوتن تمدنا مجموعة القوى الخارجية تساوي ام بي زيد ام يساوي ا ا دو. فوالا الجملة ا لهنا ماشي ا ام. فوالا اذا بالاسقاط واش تمدنا؟ الاسقاط يمدنا هذا الشيء هذا. اذا مدنا هذا القيمة هو، وبما ان البكرة مهمل الكتلة والخيط عديم الامتطاط ومهمل الكتلة فان تي ان تساوي تي دو، ا ان يساوي ا دو يساوي ا. بعد جمع العلاقتين واش مدنا؟ مدنا هذه النتيجة، هذه الجملة ا والجملة ب ولكن المتغيرة. اذا في هذا الجمع هذا واش مدنا؟ تي ان و تي دو كما نقول حنا ما تبقاش. فوالا بعد الجمع وبعد الجمع واش مدنا؟ كما راكم تشوفوا لهنا ونعرفوا باللي ام ا زيد ام هي ام ا. فوالا لهنا ام ا تولي ام ا لهنا، ام ا ولهنا ام ا اي ام ا ولهنا ام ا، ونقدروا نختصروا او نختزلوا بعد الاختزال او الاختصار نتوصلوا الى قيمة التسارع ا هي جي سينوس بيتا ناقص سينوس الفا على 2. وبعد التطبيق العددي نتوصل ا يساوي 1.025 متر فالثانية ناقص 2. سرعة الجمجة بعد 5 ثواني، اذا نلاحظوا لهنا بلي التسارع هو ثابت، معناه اذا ثابت بعد التكامل نديرو التكامل لـ أ، وهو تكامل لـ أ يمدلنا معناه التسارع هو 1.025، التكامل هو السرعة وهي كما راكم تشوفو 1.025 تي هو الزمن زايد ثابت ك. ونعرف عند تي تساوي صفر السرعة هي منعدمة صفر، ومنه نتوصل إلى السرعة تساوي 1.025 تي. بعد 5 ثواني تي هذه نعوضها بخمس ثواني، هاكم تشوفوا هاهي هاهي 5 ثواني نتوصل إلى السرعة هي 5.125 متر في الثانية. أتمنى لكم فهمتم هذا التمرين، وأرجو منكم أن تعيدوا قراءة النص لهذا التمرين وحله بدون مشاهدة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.